4 قتلى مدنيين في غارات للنظام السوري وروسيا على مناطق خفض التصعيد شمال غربي سوريا بعد إعلان دمشق وقفها العمل باتفاق الهدنة الذي تم التوصل لها قبل أيام. وكان طائرات النظام السوري والحليف الروسي استأنفتا قصف مدن كفرزيتا واللطامنة والزكاة ومورك بريف حماة الشمالي، كما شنت غارات على مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي. لم تصمد الهدنة طويلا كسابقاتها، الطائرات الروسية والسورية عادت لتملأ أجواء إدلب وترمي حمامها على المدنيين في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار. قوات النظام اتهمت فصائل المعارضة بإطلاق قذائف صاروخية على قاعدة حميميم العسكرية الروسية وعدة مناطق أخرى، الأمر الذي نفته الأخيرة. كل ما يشاع من قبل قوات النظام بأن قواتنا استهدفت مطار حميميم أو أي قطاع عسكرية أخرى للنظام فهو عالم عن الصحة، وقواتنا متواجدة ومنتشرة على كافة قطاعات ومستعدة لشن أي هجوم وصد أي محاولة تقدم لقوات النظام. وخلال 48 ساعة الماضية قمنا بإعادة هيكل التحصينات التي قصفت من قبل قوات النظام الفترة الماضية. أما المدنيون الذين عادوا قبل يومين حملوا أشياءهم ونزحوا من جديد إلى المجهول بعد أن عادوا إلى منازلهم المدمرة ليبحثوا بين حطامها عما يمكن إنقاذه، فأبت طائرات النظام وطائرات حليفه الروسي أن تتركهم وشأنهم. عاد مسلسل القتل اليومي إذن حاملا معه مزيدا من المآسي لشعب عانى على مدى 8 سنوات ولا يزال، وسيبقى مصير المنطقة مجهولا تحت رحمة هدير الطائرات وانفجارات المدافع حتى إشعار آخر. قوات النظام تخرق وقف إطلاق النار في 3 أيام الاتفاق، ويقول مراقبون أن السبب الحقيقي في نقض الاتفاق هو خلافات تركية روسية وليس كما يدعي نظام الأسد. خالد إدلب، العربي، ريف إدلب الجنوبي. يبقى معنا من ريف إدلب مراسلنا خالد الإدلبي. خالد، ما هي آخر التطورات الميدانية في إدلب وحماة وحصيلة القتلى والجرحى؟ نعم عزيزي ماجد، غارات جوية مستمرة من قبل الطائرات الحربية الروسية وطائرات النظام. الغارات كانت مكثفة بشكل كبير على مدينة خان شيخون ومدينة كفرزيتا. أيضا شنت طائرات النظام والطائرات الروسية غارات عنيفة جدا على خطوط الاشتباك بالقرب من قرية الزكاة في ريف حماة الشمالي. فصائل المعارضة قالت أنها دفعت تعزيزات اتجاه منطقة الزكاة تخوفا من هجوم جديد لقوات النظام على قرية الزكاة، وقالت أنها حصنت مواقعها خلال أيام الهدنة السابقة. بالنسبة للضحايا اليوم لا يوجد هناك أي ضحايا بين المدنيين. الليلة الماضية سقط 3 مدنيين جراء غارات لطائرات النظام المروحية على مدينة مورك. بقي هؤلاء الضحايا تحت الأنقاض لمدة 4 أو 5 ساعات بسبب تعذر عمليات الإجلاء بعد استهداف طائرات النظام الحربية لفرق الدفاع المدني أثناء توجهها إلى مكان تلك الغارة لإجلاء الضحايا، مما أدى إلى تدمير آليات الدفاع المدني. شكرا. التي كانت متوجهة إلى ذلك المكان. أيضا تشهد منطقة ريف إدلب الجنوبي حركة نزوح باتجاه الحدود السورية التركية. الأهالي الذين عادوا خلال أيام الهدنة باتجاه قراهم في ريف إدلب الجنوبي عادوا وحملوا أشياءهم وانطلقوا باتجاه الحدود السورية التركية ومنطقة المخيمات التي تعاني من نقص كبير في الخدمات، وخصوصا بعد عودة الأهالي إلى هذه المنطقة وترك خيامهم وترك المنازل التي كانوا قد استأجروها في تلك المنطقة. الطائرات الحربية أيضا حاولت استهداف سيارات تقل نازحين على الأوتوستراد الدولي حلب دمشق، لكن تلك الغارات لم تصب سيارات النازحين، إنما أصابت الطريق فقط ونجت سيارات النازحين من ذلك الاستهداف. في هذه الأثناء نسمع أصوات الطائرات الحربية في الأجواء. بحسب المراصد في هذه اللحظات شنت طائرات حربية روسية
غارات على محيط مدينة خان شيخون، يترافق ذلك مع إقلاعات مستمرة لطائرات النظام الحربية والمروحية من كافة مطارات الجنوب السوري باتجاه منطقة ريف إدلب الجنوبي ومنطقة ريف سنتابع معك خالد آخر تطورات. شكرا جزيلا لك مراسلنا خالد الإدلبي، كنت معنا من إدلب.